مش يحتسي الخمر زي ما كانوا بيقولوا. والله هو كان بيشرب حوائل جامده، ان والدته كانت في حاله خطيره دايما، عايشه بنصف كده صحيا يعني تعبانه، فكان بياخد كميات مهوله من السوائل. طب هو كان لا يشرب زي ما حياتي بتقولي ولا ويصلي؟ طب امال ويصوم؟ طب امال ايه اللي كان بيعمله من المحرمات اذا سمحتي لي؟ الله يرحمه، يعني كان يمكن كان لازم، اصل الفتره بتاعتي كانت دقيقه جدا، والحوادث يعني مش عايزه انه يتغيب كثيرا من الصغر. فافتكر كان يحب يروح نادي سيارات، يفضوا طبعا الشارع كله، ويبقى لهم يعني اربعه خمسه اللي قاعدين يمضي يعني الوقت هناك. طب وهل السهر في نادي السهرات من المحرمات؟ لا يعني لما يكون في ازمه لازم احلها، وبعدين يعني يقدر يعني وجهه نظري كوتشيها افتكر يعني اظن. ما شفتيهوش عايز كمان بيلعب كوتشيها؟ لا شفت حيدر باشا، يعني كان بيقول دول شوية عيال ونحطهم في جيوبنا، يعني ما فيش حد كان بيقول له صورة حقيقية صحيح. هل بالتالي ظلموا رجال الحاشية ورجال الدولة في ذلك الوقت لأنه ما قالولوش كل الحقيقة أو ما نصحوهوش نصيحة مخلصة؟ كان بيسمع افتكر كلام حيدر باشا اكتر، لكن طالما ما ينزلش بنفسه، لاني فاكره الحقيقه كان راجل كويس قوي دكتور يوسف رشاد، وكان اخو ضابط هو اتعرف عليه من حادثة القصاصين. قال له يعني لابد انك تزور السكنات وتشوف مطالبهم وتلبس، هي دي لكن ما مذكرش يعني مش فاكره حاجه تانية. يعني هي دي السبب، لو كان قدر يعني، ولو ان انا قبل ما نسافر فاكره ايوه ان اعمل لضباط الكبار حفله غزاء، لكن على اصحاب وزير الدفاع حيدر باشا مره جالي وقال لي هحط اسمها شيرين زوج اختي الاميره فاضل. كان مفاجاه؟ ما كانش مفاجاه ليا والله، ليا فعلا. يعني كان دايما هو الوحيد لبق اولا وينتقد يعني وينصحه قدامي، واخته جنبي، ودي اقرب اخواته الامبراطور يا فوزي. ايوه، لان بينها وبينه سنه. كان يتكلم عشان دي وانا اشجعه ويصطنط، يعني كان على السداد، لكن التردد ثاني يوم فانا ترددت. ما ياخدش القرار بشكل حاسم ونهائي. لا يقول يعني يتردد، وبعدين ايامي لاحظت انه بعد عن الجيش طلبات او طلبات الجيش انا خدت واحده منها وحطيتها جنبه، فطلبات الجيش او مجموعه الجيش اللي على راسها وزير الدفاع حيدر باشا، ويوم خصوصا ما بعد 16 سنه منتظر ولي العهد، انا شفت مناقشه وسمعت، لكن ما اعرفش المنشور كمان انهم عايزين 2 مليون جنيه نياشين رفع مستوى معيشتهم. اللي هم الضباط الاحرار ولا الجيش ككل؟ الجيش ككل. تفتكري 2 مليون هم السبب في ان بعد كده طلبوا الملك التنازل عن العرش؟ يعني هو لو كان دفع 2 مليون كانت انتهت. لا، من ضمن طلباتهم يا فندم الاحرار. بعد قدره يعني ما كانش بيفكر. والله الاحداث كانت سرقت، وسالت فين هو، لان طبعا قلقان او حاسه ان في حاجه غير طبيعيه. ازاي طلبوا منه التنازل عن العرش؟ انا كنت بعيده قاعده في الحرم الشامي حضرتك،
وسمحوا بس للأميرة فوزية، فحرم طبعا وزير بتاع، وهي كمان كانت حزينة جدا الحقيقة. يعني على ما ذكرت فتحت التليفون لقيت ان كل التليفونات اتقطعت، لكن هو كان عنده جهاز لاسلكي، ما هي دي وعنده الذكاء الكبيرة بتاعته. كانت مفاجأة لأول مرة لي، فاتصل بكفري سفير أمريكا، اتصل الأول بسفير أمريكا ستيفنسون، وعلمون كلهم كانوا في التصيف اختيار المصيف، وطلب طبعا التنازل لابنه علي باشا ماهر. كان في واحد تاني بس ناسي من الثورة، لكن ألطفهم كان علي باشا ماهر اللي يقدر، اللي هو جابه يعني لو كان كمل يعني. وعلي باشا ماهر برضك كرئيس وزراء فقال أتنازل وأطلع رسمي. إذا كان اقتراح من الملك ولا كان طلب من رجال الثورة؟ لا طلبه هو كتابة يا فندم؟ ولا شفوية؟ أنا شفت بس إنه يعني مضى على التنازل. مين اللي كتب التنازل؟ كده مختصين بقى. كان رئيس الوزراء يا فندم؟ رئيس الوزراء أكيد مع ال مين هيكون الوفي، واختار افتكر محمد الامين محمد عبد المنعم ورشاد مهنا. كان كويس، شخصيه كويسه.